برتقالي، كتاب برتقالي. لا الحديد او المقوله ما اللي ادري. هو اللهم اني ادبك من شرورهم، لا اللهم اني اجعلك في نحورهم لا، واعدك هو من موجود في الكتيب البرتقالي حق سعيد القحطاني. صحيح. اي نعم. اقل ايمان، اقل ايمان تقولها 10 مرات. تقول ايش؟ سبحان الله والحمد لله والله اكبر. سبحان 10. الله. اقل ايمان 10. 10 لكل وحده. لكل وحده. على مجموعها 30. مجموعها 30. على طالب الاذكار. افضل انك ما تقولها. على طالب الاذكار. يعني افضل انك تقولها، افضل من ما انك ما تقولها. فيها اذكار يعني مثل ما تقول اجرها تفاوت اجرها. لكن يوم جاني شيخ، من يوم جاني شيخ انا كنت اقرا اذكاري قبلها. قبل يقرا الشيخ علي. من يوم جيته ما يسالني عن اذكار الصباح والمساء، يسالني عن لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة. ما يشدني الا منها. واذا قلت له انا يعني اذكار الصباح فيها 10 واذكار المساء فيها 10. لا اله الا الله يعني 20 في اليوم. اي بعد الصبح. كل ما جيته قال خلني مني اذكار الصباح والمساء ان شاء الله اجري، ليه ما تقولها؟ حرص علي. الين يا رجل قمت اقولها، يقول الظاهر ما ابن باز ولا ابن عثيمين الله الله يرحمهم، ان من كان يقولها لدرجه انها من كثر ما يحافظ على الذكر لدرجه انه اذا دخل دوره المياه يعض بغدرته. اي حط غدرته. الله بغدرته. نعم. يقول واحد منهم ما بدل منهم، يقول والله العظيم من يوم حياته بن باز، اي من يوم عرفت الذكر ذا اني ما اذكرني هوته يوم واحد. حياته بن باز. المهم اني انا حريص عليه جدا من ذاك اليوم. هذا واحد من العيال وبيه حافظ اذكار ويقرا اذكار وكذا، هو ما يعرف. وبيه راقد في مزرعه. أنا في المزرعة راقدين وبيه راقد يرقد يحط يده تحت مخدة، عرفت الرقدة اللي يحط يده تحت مخدة وما أدري ذا، ويجي ذا يدخل على أبيه صلاة الفجر يبي يقوم ويقومه ويقومه، يوم قام بيه إلا جنب راس بيه عقرب سودا يا رجل أكبره جنب راسه كان راقدة معه، يقوم بيه يقوم هو جاي يوم جاء اختلف عقرب أو حية وكذا ظهنا عقرب اختلف، جاء خايف ان بيه يقوم يلف عليها خايف انها تجي انجن وبيه يجي لقدام ويقوم بيه، يوم قام بيه توعى فتح عينه قال يبا لا تتحرك وقم من يسار كذا بسرعه، قام بيه قال هد هد قال قم قم، يوم شاف بيه طول يرجع عنده فاين واخذ الفاين كذا حبه واضربه كبسها، اما الظاهر اما انها لدغته ولا انها ماتت. طلع موضوع الاذكار يوم انك تقول جنب راسه يا ريدي جنب راسه. سبحان والله الله العظيم انها جنب راسه. هو راقد يسابع في موقف صار تفتر، اكيد انها تفتر حول راسه وتفتر. في موقف صار